سؤال قبل الأخير سي بالجاسم، وهذا سؤالي يردده تقريبا كثير من المواطنين، وين أكبر قوة في البلاد مما يحدث الآن في تونس من انهيار المقدرة الشرائية، من ارتفاع نسبة التضخم، من الوضع الاقتصادي المزري، من غياب المواد الأساسية، وين حتى على الدفاع عن أجراءه في الآخر وعن الدفاع وعن منظوريه؟ هو لو كان ما زالت التجربة الديمقراطية متواصلة راهو ما زال الاتحاد العام التونسي شغل ويتحرك ويتظاهر ويقرب وكل شيء. احنا قلنا للاتحاد لما صار الانقلاب ولما وقف تقريبا في حزام وحائط على الانقلاب، خلينا ما نقولش دخل الاصل، قلنا راهو يؤكل كل الثيران لما يؤكل الثور الابيض او الثور الاسود، راهو جاي الدور على الجميع وجاي الدور. احنا مش متشمتين بالكل بالكل، احنا دعمنا الاتحاد وما زلنا ندعم المنظمه العتيده منظمه حشاد وعاشور وغير ذلك، لكن النقابيين داخل الاتحاد يعني ليسوا بالضرورة هم الاتحاد العام التونسي، هي انتماءات متعددة، فيها ناس اليوم منتمين إلى ما يعرفوا بالوطن وقوميين وغير مصدين الانقلاب، الاتحاد عمرهم كامل يحبوا يوظفوه في سياساتهم، لكن الأخ الأمين العام وقيادات الاتحاد رأوا الاتحاد فيه أيضا ناس منتمين إلى النهضة وناس منتمين مستقلين وناس منتمين إلى الدساتر الحرار مش الدساتر عبير، يعني ما ينجمش الاتحاد يصطف حزبيا وسياسيا وراء اي حاجه في البلاد. انا نقابي وعندي جزء كبير من حياتي معناها العامه انا منخرط في الاتحاد، كنا نقولوا الاتحاد هو منظمه وطنيه عتيده الدافع على الديمقراطيه في تونس. تعتبر ان القياده الحاليه للاتحاد خانت الديمقراطيه وخانت الحريات؟ اقول ان حسابات سياسيه جرتها وراء مواقف ولم تكن سليمة ولم تكن صحيحة، وهي خسرت بتلك المواقف جزء من المصداقية، ولكن الاتحاد لن يضيع وهم نفسهم يراجعوا ويقدروا، وإحنا حريصين على أن الاتحاد يحافظ على استقلاليته وعلى قراره الوطني المستقل والنقابي السليم. ورأي النقابة إذا كانت تدخل في ألعاب سياسية حتى لو تساند حركة النهضة مثلا وهي في الحكم تخسر أمام قواعدها.